هنا الآن داخل ساحات مجمع الشفاء الطبي، حيث يتم الآن انتشال جثامين الشهداء من داخل هذه الساحات، هذه الجثامين التي قامت آليات الاحتلال بدفنها عند اقتحام مجمع الشفاء الطبي. ولمعطيات أكثر ولتفاصيل أكثر معنا الأستاذ خليل حمادة، مدير عام الطب الشرعي. أستاذ خليل، تخبرنا ماذا تقومون به الآن؟ نحن يعني كما ذكرت نقوم بعملية استخراج جثامين الشهداء التي قام الاحتلال بدفنها في ساحة المشفى وفي الأتربة، محاولة إخفاء هذه الجرائم الكبيرة التي ارتكبها بحق المدنيين والنازحين والطواقم الطبية. نحن نحاول استخراجها من أجل أن يعني في محاولة حتى يستطيع أهل هؤلاء الشهداء التعرف عليهم، رغم أن الجثث معظمها متحللة ومقطعة إلى أشلاء بفعل التجريف والهمجية في الدفن في هذه المقبرة الجماعية. وأيضا من أجل توثيق هذه الجريمة حتى يعني تصبح ملفات جاهزة لتقدم للجهات المعنية ومحكمة المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الحقوقية العالمية، حيث من أجل أن يتم ملاحقة هذا الاحتلال المجرم الذي لا يعترف بأي قيم ولا قوانين. أستاذ خليل، كان من المفترض وصول وفدين من منظمات دولية، منظمة الأوتشا ومنظمة الصليب الأحمر، حتى الآن لم تصل هذه المنظمات. هل هناك تواصل بينكم وبين هذه المنظمات؟ الحقيقة هناك تواصل، وكما أبلغنا من وزارة الصحة أنهم الآن على تواصل، وأن الإعاقة هي بفعل حواجز الاحتلال، هم الاحتلال هو الذي يعيق وصول هذه الوفود، لكن نرجو من الله عز وجل أن تصل هذه الوفود من أجل أن ترى وتوثق أيضا هذا الجرم الكبير وهذه الجرائم يعني الكبرى التي ارتكبت بحق جثامين الشهداء. كما ترى هنا يتم استخراج كل يعني عدة دقائق أو كل أقل من نصف ساعة يتم استخراج جثة أو جثتين مدفونة مقطعة إلى أشلاء ومتحللة في ساحة المستشفى. شكرا يا دكتور. إذا كما نشاهد يتم انتشال جثامين الشهداء من تحت الرمال، طبعا شهود العيان أكدوا وجود جثامين شهداء كانت موجودة في ساحة المستشفى أثناء خروجهم من المستشفى، ولكن بعد عودة الناس والمواطنين إلى ساحة المستشفى كان قوات الاحتلال قد جرفت هذه الساحة. بعد ساعات من الانتظار وصل وفد منظمة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أوتشا إلى مجمع الشفاء الطبي، شاهد عملية استخراج جثامين الشهداء واطلع على الأقسام المدمرة في مجمع الشفاء الطبي. لعل هذه الرسالة تصل إلى العالم أن مجمع الشفاء الطبي تم ارتكاب جريمة إنسانية بحق المجمع وبحق القائمين داخل هذا المجمع. محمد أحمد من مدينة غزة لصالح قناة تيرتي عربي.